كما كنعرفوا بان الجزائريين اثناء الهجره ديالهم بعد سنه 1830 يعني احتلال فرنسا للجزائر يعني استطاعوا يندمجوا داخل المجتمع التطواني. يعني حنا بغينا اي شي تاثيرات دابا فيما يتعلق بالجزائريين بصمات ديالهم ترتقى في بعض المجالات مثلا بحال الطبخ اللباس. طبعا هذه دابا الجاليه اللي جات من تطوان ما جاتش كتسعى او فقيره. نعم فلوسها جات بالامتاع بالمتاع ديالها. نعم. طبعا جاو بالطبخ ديالهم بالحلويات ديالهم فهمتي لابد كان تاثير لابد هذاك يعلم هذا هذاك هذاك وفي ذاك الورق اللي قلت لك حتى ذاك الصحفي الاراغون اللي كان كيوصف الجاليه اراغون ديك الاراغون ايه انا كنت من بعد طبعه هذا مزيان هذا ديال تاريخ تطوان كيوصف بان الجزائريين كانوا الناس ديال النخوه والنبهه. وزيد لك حاجه واحده اخرى اول مقهى اللي تفتحت في تطوان الجزائريه هاي في الوسعه اول واحد اول قهوه اللي دارت تطوان مولاها يعني جزائري وكان هذا الاراغون بيدو كيعجبو يمشي يشرب القهوه التركيه تما وكيوصف القهوه التركيه يعني القهوه عاديه ماشي هي بحال القهوه ديالهم. نعم ايه قهوه مريحه كتنتعش. نعم هذه واحده من القهوه المهم عاود التجاره المهم اللباس الطرز 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 كانوا كيطرزوا كانوا كيعدلوا كيصبوا هادو كيتعلموا من هادو وهادو كيتعلموا حتى اخر ساعه ندمجوا انا قلت لك وتعجنوا هذه هي الحياه. ها شي تاثير جزائري على بعض الحلويات اللي عندنا؟ لا هي اللي قلت لك دابا قلت لك بحال دابا بقلاوه وباقي الاسم ديالها حتى حتى بالتركيه كيعيطوا لها بقلاوه. نعم والكنافه هي القطايف والمقرود وكاين بعض الاشياء ربما كاين شي اشياء خالي ما لقيتش ولكن دابا تطوان تبارك الله عليها بالطابع ديالها الاندلسي واللي قلت لك اختلط هذا بهذا. كان شي ماكوله كان باقي عاقل عليها كيعيطوا لها شتيطحه شتيطحه الروز بالخلع واحد النوع وبزاف ديال الاشياء ولكن دابا كتعرف دابا انا عمري ما دخلت في البحث ديال هادشي دابا اللي عطيتكم فيتكم به هادشي اللي عندي ولكن عمري ما بحثت بزاف باش نتقي. واول واحد اللي دخل العود تطاول هو ولاد بن عبد اللطيف. هادو ولاد بن عبد اللطيف عندهم الزاويه ديالهم او عندهم الشيخ ديالهم هو في العاصمه هادو كيعيطوا ولاد بن عبد اللطيف الثعلبي الثعلبي واحد ضايح كبير تما واحد العلامه. كما توجد مجموعة كبيرة من الجزائريين الذين جاءوا من تلمسان في القرنين الثامن والتاسع عشر بسبب أهمية ميناء تطوان. كان الجزائريون سببا في نقل الثقافة العثمانية إلى مدينتنا. نلاحظ تأثير الثقافة العثمانية من خلال ثقافة المطبخ وصناعة المجوهرات وتقاليد الزواج، فيما يمكن أن نذكر من الحلويات البقلاوة كمثال على هذا التأثير.